أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وحلقة اليوم حلقة مميزة في مدرسة على الهواء، وهي حلقة مباشرة. نتمنى فيها أن نكون نلبي لكم جميع الأسئلة والإجابة ليكم، وإن شاء الله يكون دائما في تقدم واستمرار. ودي تعتبر من الحلقات اللي هي بيكون فيها اتصال مباشر ما بين المعلم أو المدرس الموجود في الحلقة والطلبة في المنازل، أسلوب راقي وعالي في التعلم والتعليم، أن يكون هناك حوار مباشر دايما ما بين المعلم والطالب. أكيد هبقى لكم اقتراحات هنسمعها في نهاية الحلقة، وهنسمعها على موقع مدرسة على الهواء، وإن شاء الله كده تكون حلقة ممتعة. في بداية الحلقة برحب بالأستاذة أمل منير، خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. الحلقة المرة دي هتبقى عن التكاثر الجنسي وتعاقب الأجيال. حلقة جديدة لكن نتمنى أنها تعجبكم. لكن في بداية الحلقة أحب أنوه أن هناك رقم تليفون هقول لحضراتكم، إذا كان هناك طريقة الاتصال هتكون عن طريق رقم تليفون 25 75 61 87. مرة تانية 25 75 61 87. نبتدي بقى الحلقة. حلقتنا عن التكاثر الجنسي، وكنا تناولنا من قبل التكاثر اللاجنسي، وأكيد أستاذ أمل عندنا فروق بين الجنس واللاجنسي، بس نبتديها. إيه أهم العناصر اللي بتميز التكاثر الجنسي؟ طبعا من واضح من الاسم ان هو التكاثر الجنسي، يبقى انا بتكلم عن تكاثر هيتم بين فردين. الفردين دول بيبقى فيه فرد مذكر وفرد مؤنث. الفرد المذكر بيحمل مناس المذكرة، والفرد المؤنث بتحمل مناس المؤنثة، او قد يكون فرد واحد ولكنه بنطلق عليه الفرد الخنثى، اي بيحمل اعضاء التذكير واعضاء التأنيث. وطبعا ده بيكون موجود في عالم النبات اكثر من وجوده في عالم الحيوان، لان طبعا اكيد مملكة الحيوان بتكون اكثر رقي. طالما عندي فردين، مناس المذكرة ومناس المؤنثة، يبقى المناس المذكرة هتنقسم انقسام ميوزي. ادي اول او تاني فرق. يبقى اول فرق ان انا كان عندي ذكر وانثى فردين. تاني حاجة ان علشان المناسل تنتج لي الامشاج مذكرة او مؤنثة، ده تنتج عن طريق الانقسام الميوزي. ادي تاني فرق. طبعا في التكاثر اللاجنسي كان بيتم ده عن طريق الانقسام، او كان بيعتمد في انقسامه على انقسام الميتوزي. برضو التكاثر الجنسي ممكن نقول عليه ان هو مكلف في الوقت وفي الجهد وفي الطاقة. ليه؟ طبعا علشان يتم التكاثر الجنسي بين الافراد، لازم تكون الافراد دي بتوصل لمراحل عمرية معينة علشان تقدر تكون قادرة على اداء وظيفة التكاثر. لازم مرحلة عمرية معينة، وبعد كده طبعا يحصل نضج للمناس المذكرة والمناس المؤنثة عشان تبدأ تنتج الامشاج بتاعتها. بعد ما يحصل التقاء او التلقيح ثم الاخصاب والتقاء الامشاج، في بعض انواع الافراد بتقتصر على الانجاب، او بنقول نص الافراد مسؤولة عن الانجاب، عشان كده بنعتبره برضو مكلف بيولوجي. كمان الافراد معانا اتصال يا استاذ حسن. طيب معانا وفاء من هنا. الو. اهلا وفاء. طيب ممكن اطلب بس عشان اسمعك كويس جدا، ممكن نوطي بس صوت التلفزيون؟ خلاص ماشي. ماشي. لو سمحت هو انا كنت عايزه اسال عن الانسولين. علي صوتك بقى، قولي لي ايه طلبات. كنت عايزه اسال عن الانسولين. دور الانسولين. ايوه. طيب ايه دور الانسولين؟ تمام. عندك اسئله تانية؟ كنت عايزه اسال زمان كان في مدرسه الحصه دي كانت بتتكلم عن الحيوي او البيولوجي. الصوت بس مش واضح، ممكن بس كلميني كمان. كلمي ببطء شويه وقولي كمان سؤال. خلاص احنا سؤالك الاولاني عن الانسولين. سؤالك الثاني ودور الثاني والسؤال الثاني عن الهرمون الجلوكاجون. الجلوكاجون. الانسولين الجلوكاجون علاقته ببعض ايه؟ تمام اوكي. اشكرك وفاء، بس كنا عايزين نبقى نسالك سؤال بدايه في الحلقه. هل انت شايفه ان احنا نجعل الاسئله للطلبه متاحه طول الحلقه ويقدروا يقطعوا معانا ويدخلوا، ولا كنت تفضلي ان تكون الاسئله في نهايه الحلقه اخر مثلا نص ساعه مثلا؟ لا هو بصراحه لما حد بيسال احنا بنتفاعل، يعني هو ممكن اللي داخل يسال سؤال انا اكون محتاجاه، او طيب. كمان بيفكرني باللي فات، يعني مش بس يخليني كمان افكر. طيب. مع السؤال. اشكرك وفاء.
بالنسبه للسؤال بتاع الانسولين، طبعا كلكم عارفين ان الانسولين ليه دور مهم جدا في عمليه اكسده الغذاء داخل الخلايا واستهلاك الجلوكوز. الانسولين له اكثر من دور. الدور الاولاني متى يزداد افراز الانسولين في الدم؟ يزداد افراز الانسولين لما بيزيد نسبه الجلوكوز في الدم. لما يزيد نسبه الجلوكوز في الدم يبتدي يزداد افراز الانسولين. الدور اللي بيلعبه هنا الانسولين انه بيحث الخلايا على استهلاك الجلوكوز اكسدته يعني، وذلك عن طريق انه بيزيد من نفاذيه دخول جزيئات الجلوكوز الى داخل الخلايا. وعلى فكره النفاذيه تشمل جلوكوز ولا تشمل فركتوز، بمعنى ان الانسولين ييسر دخول الجلوكوز عبر اغشيه الخلايا، وبعدين لما تدخل تبتدي عمليه الاكسده. ولذلك الانسولين يلعب دورا غير مباشر في عمليات التمثيل الغذائي اللي نقصد بيه عمليه الهدم. مش كده وبس، دور الانسولين كمان ان بياخد الزياده من الجلوكوز ويخزنه في صوره مركبات معقده اسمها جليكوجين في الكبد. يبقى ده الدور الثاني او الجزء الثاني اللي بيعمله في الكبد وفي العضلات، على عكس الجلوكاجون. الجلوكاجون هرمون يفرز متى؟ لما يكون نسبه الجلوكوز منخفضه في الدم، لان دوره عكس دور الانسولين، فهو يعمل على تحويل الجليكوجين الى جلوكوز حتى يرتفع نسبه الجلوكوز في الدم. فاحنا في احتياج الى كلا الهرمونين معا عشان يعملان معا على ان يكون نسبه الانسولين او نسبه الجلوكوز في الدم نسبه ثابته. هل ان احنا ممكن نقدر نعمل مخطط؟ استاذه امل هتعمل لنا مخطط يوضح لنا اليه عمل الانسولين والجلوكاجون بشكل ابسط شويه. زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ حسن، حضرتك قلت لنا ان العلاقه بتكون بين الانسولين والجلوكاجون على طريق سكر الجلوكوز والجليكوجين. حضرتك تفضلت وقلت لنا ان سكر الجلوكوز لما بيزيد في الدم بيبدا يزيد معايا افراز الانسولين. يعني لو كتبنا هنا سكر الجلوكوز في الدم وفي الجانب الاخر كتبنا الجليكوجين، طبعا الجليكوجين بيخزن في الكبد، يبقى لو انا عملت سهم كده هكتب على السهم اللي فوق ده الانسولين، يبقى الانسولين مسؤول هنا عن تحويل سكر الجلوكوز الزائد في الدم الى جليكوجين. طيب ولو الجليكوجين زاد او عند فرز او عند افراز هرمون الجلوكاجون يبدا يعمل تاثير عكسي، يبقى الجليكوجين يبدا يتحول الى سكر جلوكوز في الدم، ده نتيجه هرمون الجلوكاجون. في هرمون على فكره تانية لو عارفاه اللي هو هرمون الادرينالين، كان برضو من ضمن وظائف الادرينالين، الادرينالين ده هرمون الانفعال. الادرينالين ده بيفرز في حاله تعرض الانسان لموقف معين، وفي الحاله دي طبعا بيحتاج بعض العناصر او بعض الحاجات اللي بتبدا تتم، من ضمنها بحتاج كميه سكريات، بحتاج كميه طاقه، فيبدا برضو الجليكوجين اللي في الكبد يتحول الى سكر، يبقى انا معايا الادرينالين كمان بيعمل نفس الموضوع. يبقى انا عندي الانسولين وظيفته بيحول سكر الجلوكوز في الدم الى جليكوجين في الكبد، والجلوكاجون تاثير عكسي هيحول الجليكوجين الى سكر جلوكوز. طبعا ده علشان يثبت لي نسبه السكر في الدم. الادرينالين عشان تبقي مركزه معانا يا وفاء، الادرينالين ده بيفرز طبعا في حالة التعرض الانفعال بس، لكن المسؤول على مستوى حياتنا لتظبيط الكمية دي أو السكر والجليكوجين هو الأنسولين والجلوكاجون. تمام، شكرا للأستاذة أو للطالبة وفاء. عندنا سؤال من سوزان قل، تفضلي سوزان. سمحت، في سؤال، هو ما يحدث إذا فقرات العمود الفقري اللي معاها فقرات ظهريه. انا طالب حاجتين، نوطي صوت التلفزيون وفي نفس الوقت اسمعيني من السماعه وقولي السؤال بتاعك بشكل واضح وبطيء. فقرات العمود الفقري جمعها فقرات ظهريه. لو كانت العمود الفقري بدون فقرات ظهريه؟ لا، كل فقرات ظهريه. لو كان كل العمود الفقري فقرات ظهريه؟ ايوه. يعني مفيش قطنيه؟ لا، ده سؤال من الخيال العلمي. لا هو مكتوب. سوزان، ربنا صنف الفقرات الى مجموعه الفقرات
كل فقرة كانت ليها بعض الخصائص التي تتميز وفق المكان بتاعها وحتى تؤدي وظيفتها بشكل جيد، فجعل فقرات القطنية كبيرة الحجم حتى تساعد على أن يصبح تجويف البطن تجويفا متسعا، وجعلها متمفصلة عشان تساعد على الحركة. عشان كده لازم يكون عندنا كل الفقرات مصنفة. لكن لو افترضنا خياليا أن كانت جميع الفقرات صدرية، وهذا مستحيل وليس من الأسئلة المرغوب فيها لأنه سؤال ليس جيدا، لكنه هقول لو كانت الفقرات كلها صدرية معناها أنه يبقى أنا عندي تجويف صدري يمثل كل الجسم، وده مش ممكن. يبقى عادة الأسئلة اللي بتحصل فيها ماذا يحدث في الحالات التالية بتبقى حاجات قابلة للتحقق مش خيالية. ماشي، أشكرك سوزان. نسمع سؤال آخر من يعني أعزائي الطلبة، يعني لو في أسئلة بس أنا كنت عايز أنوه في حتة. سؤال ماذا يحدث، ياريتني خليه يكون فيه شيء من المنطقية شوية، يعني سؤال فيه غرابة، يعني إزاي يبقى العمود الفقري كله فقرات صدرية أو ظهرية؟ ما ينفعش. وبالتالي طالما غير قابل للتحقق يبقى حتى ماذا يحدث تبقى مش منطقية. لكن ماذا يحدث إذا زاد هرمون كذا أو نقص هرمون كذا، ده أمر واقع وبيحصل وأقدر أقول النتائج المترتب عليه. نرجع تاني لحلقتنا وكنا بنتكلم فيها على التكاثر الجنسي. احنا عندنا صورتين من صور التكاثر الجنسي، صورة اسمها الاقتران وصورة اسمها الأمشاج. يبقى من صور التكاثر الجنسي الاقتران والأمشاج، على عكس أن التكاثر الجنسي كان فيه 8 صور. هتقولي لا احنا خدنا 6، ما هو هيبقى فيه 8 لما نيجي ندرس باقي الحاجات التانية. طب الستة اللي احنا خدناهم من صور التكاثر الجنسي كان الاشتراك الثنائي، تبرعم، تجدد، تكاثر بالجراثيم والتولد البكري وزراعة الأنسجة. لكن الصورتين بتوع التكاثر الجنسي كانوا عبارة عن الاقتران وعبارة عن الأمشاج. أستاذة أمل، ما هو الاقتران؟ الاقتران صورة من صور التكاثر الجنسي، وده بيحصل في بعض أنواع الأوليات الحيوانية البسيطة، ممكن يحصل في بعض أنواع الطحالب، بعض أنواع الفطريات. والتكاثر ده بيتم أو الكائن ده بيعمله في حالة لو كانت الظروف غير مناسبة، بمعنى يعني لو البيئة مناسبة، درجة الحرارة جيدة، نسبة المية الملوحة، ما فيش تلوث، هو هنا بيضطر أو بيبدأ يتكاثر تكاثر لا جنسي بالتقطع. لكن لو افترضنا أن حصل الظروف في اتصال، لكن لو افترضنا ان في عندنا نوع من انواع الظروف البيئيه الغير ملائمه اللي بدات تحصل نتيجه ارتفاع او انخفاض حراره او اي نوع من انواع الظروف البيئيه، يبدا يلجا الطحلب ان هو يعمل التكاثر بالاقتران. وهناخد مثال لينا هنا، طحلب الاسبيروجيرا اللي هيبدا يعمل اقتران. والاقتران هنا نوعين، في اقتران سلمي وفي اقتران جانبي. طبعا الاقتران السلمي ده بيتم لو كان عندي خيطين من الطحلب متجاورين، تبدأ كل خلية تبدأ تطلع نتوء أو بروز عشان يبدأ يحصل الاقتران. الاقتران الآخر الاقتران الجانبي ده بيتم في حالة لو كان في فرد واحد بس، وطبعا الطحلب عاوز يحافظ على نفسه علشان ما يحصلش انقراض، فيضطر ان هو يقوم بالاقتران الجانبي. الأسبيروجيرا من أمثلة الطحالب الخضراء، ويطلق عليه اسم الريم الأخضر لأنه بينتشر عادة على سطح مياه البرك أو المياه الراقدة، سكت مستنقعات أو ترع أو مصارف. أيضا بنجد أنه موجود على جانبي وحواف الترع، أيضا بيبقى موجود وكل مناطق رطبة بلاقي فيها هذا الطحلب اللي هو الأسبيروجيرا. الأسبيروجيرا زي ما حضرتك أشرتي بيعمل نوعين من الاقتران، اقتران سلمي واقتران جانبي. يتوقف على نوع الاقتران، إذا كان خيطين فالاقتران سلمي والخيطين متجاورين، أما إذا كان خيطا واحدا فيكون الاقتران اقتران جانبي. طب لو أنا شفت شكل الاقتران السلمي، وخاصة إن إحنا عندنا فيديو بنشوفه مع بعض دلوقتي بيوضح شكل الأسبيروجيرا. الأسبيروجيرا لما نيجي نشوفه تحت الميكروسكوب كما واضح قدامنا دلوقتي، اللي هي عبارة عن خلايا على شكل شريط، حتى بنسميه خيط طحلبي، بيكون من مجموعة من الخلايا المتجاورة، كل خلية مستقلة عن التانية لها جدارها الخاص بيها وليها السيتوبلازم والنواة وبلاستيداتها الخضراء، ويتجاور الخيطان عندما تكون الظروف سيئة ويبتدي الخيطين دولت يقتربوا من بعضهما. أول حاجة بتحصل بينشأ بروز في جدار الخليتين، كل خليتين متقابلتين، علشان تبتدي تنشأ قناة اسمها قناة اكتران. تبقى قناة بسيطة جدا بتنشأ بين كل خليتين متقابلتين، وبعدين تبتدي تتنقل بقى كل مكونات الخلية من الخلية اللي في خيط إلى الخلية المقابلة في الخيط المجاور لها أو المقابل لها، ويكون الانتقال عن طريق قناة الاكتران.
بعد الانتقال ده هيحصل اندماج بين خليتين، والخليتين هنا جسديتين، ولذلك لا يعتبر هذا تكاثر بالأمشاج، ولكنه تكاثر من خلال خلايا جسدية بما يعرف بالاقتران. عشان كده دايما كانوا يسألونا أو نسأل إيه التكاثر الجنسي اللي بيعتمد حدوثه على خلايا جسدية؟ اللي بيعتمد حدوثه على خلايا جسدية هو الاقتران، كما شايفين كده في طحلب الأسبرجاي. إزاي كنت المتكون؟ بيكون ثنائي المجموعة الصبغية، لأنه جه اندماج من نواة من مشيج أو من خلايا جسدية ونواة من خلايا جسدية مجاورة لا. بعد كده الزيجوسبور لما يبتدي يسقط في البركة أو في المكان دوت، لو كانت الظروف مناسبة الزيجوسبور يختلف عن الزيجوت. إن الزيجوسبور جداره جدار سميك، والجدار السميك هنا بيحميه تماما من أي ظروف غير مناسبة، لكن لما بتتحسن الظروف الزيجوسبور يلجأ إلى انقسام ميوزي عشان يختزل عدد الصبغيات إلى النصف، وبذلك يعود العدد الأصلي لخلايا الطحلب. صبغيات الطحلب بتعود تاني أحادية المجموعة الصبغية. هذا الاقتران هو الاقتران السلمي. أكيد الرسم الاقتران السلمي مطلوب مننا. أستاذة أمل هتوضح لنا إزاي نعمل تخطيط للاقتران السلمي بالنسبة للأسبيروجين. طبعا وحضرتك بتوصف اللي بيحصل، فانا حاولت على قدر المستطاع عشان وقتنا رسمت هنا عندي خيطين طحلبين اهوت، وبدات اطلع بينهم نتوق. في الخطوه الثانيه بدات ارمل ان الغطاء او لما بدا يحصل ان النتوءات دي تلامست مع بعضها هيبدا يحصل تحلل للجدار وكون لي قناه. مهم قوي ابقى عارف اسم القناه دي، القناه دي اسمها قناه الاقتران. بعد كده الخطوه الثالثه لما هاجي اتكلم المفروض ان بدا يحصل معايا الاتحاد بين الاثنين، اتكون معايا القناه او قناه الاقتران. قناه الاقتران دي من خلالها بيبدا ينتقل محتويات احد الخليتين الى الخليه الاخرى. هنيجي للخطوه رقم 3، هبدا ارسم الخيط الطحلوبي بتاعي. عندي بعد كده ادي القناه ومعايا الخيط الثاني، هرسم احد الخيطين هتكون خليته فارغة لأن خلاص بدأ يحصل انتقال، يبقى دي ممكن أقول عليها دي الخلية الفارغة، والخلية اللي هنا أصبح عبارة عن 2. طبعا زي ما حضرتك تفضلت قلت إن الخط الطحلوبي بيكون أحادي المجموعة الصبغية يعني نون. طبعا لما حصل التقاء بينهم وتكونت معايا اللاقحة دي أصبحت 2 نون. طب وبعدين طبعا اللقاحه دي هو اكيد اضطر ان الطحلب يعمل ده في حاله الظروف الغير مناسبه. طيب علشان يقدر يقاوم الظروف ديت هيبدا يكون حول نفسه جدار سميك، الجدار ده عشان يحميه من اي عوامل او من اي ظروف خارجيه. في الحاله دي هقول عليها الزيجوسبور او اللقاحه الجرثوميه. يبقى عند الاتحاد فقط قلت لقاحه، لما بدات تكون الجدار السميك قلت عليها لقاحه جرثوميه او ما تعرف بيه الزيجوسبور. طبعا الزيجوسبور كده الماده الصبغيه بتاعته قد ايه؟ طبعا 2 نون ثنائي المجموعه الصبغيه. في حال تحسن الظروف البيئيه يبدا الزيجوسبور ده يبدا ينقسم انقسام ميوزي. يبقى هنا ممكن يجيني سؤال بقى ذكي شويه يقول لي ازاي بيحصل او قد في بعض الحالات قد يتم انقسام ميوزي بعد تكوين اللقاح اللي انا متعود عليه انه يحصل الانقسام ده علشان اكون النشيج، لكن انه يتكون او يحصل انقسام ميوزي بعد اللقاحه دي جديده طبعا ده بيحصل هنا. يبقى بعد كده المفروض الخطوه اللي بعد دي يبدا الجرثومه دي تبدا تفك الجدار السميك تنقسم ميوزي ويكون معايا الشريط الطحلوبي الجديد. معانا اتصال من احمد من المنوفيه. احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسن؟ الله يسلمك. عم كان عندي سؤال في التنسيق الهرموني وسؤال في التكاثر الجنسي. طيب اولا انا سامع صوتك كويس جدا على عكس المكالمات اللي كانت جايه لنا من الصعيد. نتمنى ان تكون محادثاتنا دايما بصوت عالي عشان كلنا نستفيد من بعض. هتقولي السؤال بتاع التنسيق الهرموني، اتفضل. اذكر علاج لحالة انخفاض ضغط الدم. اذكر علاج لحالة انخفاض ضغط الدم. ده السؤال الاولاني في التنسيق الهرموني. السؤال الثاني، متى يلجأ الطحلب الاسبيروجايرا الى الاقتران السلمي وايهم افضل ولماذا؟ ممكن اصلح لك السؤال يا احمد؟ أتفضل. متى يلجا الاسبرجاير الى الاقتران السلمي ولا الى الاقتران الجانبي؟ الاقتران السلمي. طب ماشي اوكي، بس انا هقول لك الاثنين. السؤال الثالث بقى ولماذا؟ اوكي ايهم افضل ولماذا؟
ايهما افضل؟ ممكن اتنين مع حضرتك بس دقيقه كده عشان حاله انخفاض الدم. تمام ماشي. انت ضغطك الدم منخفض؟ ايه انت ضغط الدم عندك منخفض؟ لا ولا حاجه. طيب انت تفضل الاسئله بتاعتنا او اللي انتم بتذكروها لينا تكون اثناء الحلقه ولا تفضل انها تكون في نهايه الحلقه او قرب نهايتها؟ اتمنى انها تكون في اخر ربع ساعه في الحلقه. طيب انت عامل حسابك بقى الحلقه الجايه طالب يعني تنقلوا من موضوع لموضوع اخر. طيب هنقول استاذه امل احمد بيطلب سؤال، كيف يمكن علاج حاله انخفاض ضغط الدم؟ حاله انخفاض ضغط الدم بتتم لما بستخدم هرمون عصبي ولا هرمون غدي يا احمد؟ اكيد هرمون عصبي. انهي هرمون؟ الاي جي اتش اللي هو ايه بقى؟ الهرمون المضاد لادرار البول، لان من ضمن خصائص الهرمون ليس فقط تقليل كميه البول اللي تخرج او كميه الميه، تقليل الميه اللي تخرج مع البول، لا ده كمان بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه. عشان كده يحقن المرضى اللي بيكونوا خارجين من عمليات نزيف او من خلال عمليات جراحه نزفوا فيها كتير، بيحقن بها خلاصه الفص الخلفي وهو هرمون عصبي. ده كان السؤال الاولاني. ثواني بعد اذنك، مش هرمون الفي اتش بيعمل رفع ضغط الدم؟ في بعض المدرسين او البعض الطلبه وبيختلط عليهم الامر، بيفتكروا ان هرمون الاي دي اتش ده هرمون والفي اتش ده واحد تاني. لا هو يعني ممكن اقول لاحمد، احمد ليه اسمين، ممكن يبقى احمد، ممكن بعد اذنك اسمه حماده، بس احمد وحماده شيء واحد صح؟ تمام. فالفي اتش والاي دي اتش مسميان مختلفان لنفس الهرمون، يبقى هو هرمون واحد ولكن يطلق عليه اسمين. تمام. زي كده مثلا اما نقول مثلا الاستروجين ممكن تسميه استراديول، مش كده؟ اذا مسمى وممكن اسميه اسم تاني، لكن مش كل هرمونات كده. نرجع لسؤالك التاني اللي بيقول متى يلجا الاسبروجيرا الكترون السلمي؟ مش الطبيعي هو بيعمل الكترون السلمي اذا توافر خيطين، لكن متى يلجا الالكترون الجانبي؟ يبقى اذا كان هناك خيط تحلبي واحد. لكن السؤال ايهما افضل ولماذا؟ الالكترون السلمي يا احمد هو الافضل ام الالكترون الجانبي؟ الاجابه هو الالكترون السلمي. لماذا؟ لان الاقتران سيكون بين خليتين مختلفتين وراثيا، ولما تبقى الخلايا مختلفه وراثيا تبقى فرص التنوع بين الافراد الناتجه عن الاقتران اكثر تنوعا، اكثر تكيفا مع ظروف البيئه بما يضمن لها البقاء. اما لماذا الاقتران الجانبي هو الاقل في الافضل اقل افضليه؟ لان الاقتران سيتم بين خليتين متجاورتين في نفس الشريط، اي خليتين متماثلتين في المعلومات الوراثيه او في الصفات الوراثيه، وبالتالي فرص التنوع بين الافراد الناتجه تكون محدوده، وبالتالي قدرته على التكيف هتكون اقل من الخيوط اللي نتجت عن الالكترون السلمي. اشكرك يا احمد. تمام. ونشوف مع بعض تاني استكمالا لحلقه اليوم، بس بذكركم ان في سؤال دايما هنساله، ايهما افضل؟ هل تزاع أسئلتكم أثناء الحلقة أم في نهاية الحلقة؟ أستاذة أمل، لو قلنا الإقتران زي ما شرحنا كده كان هو الإقتران السلمي، لكن هناك نوع آخر ذكره أحمد هو الإقتران الجانبي. بالزبط. كيف يحدث الإقتران الجانبي؟ الإقتران الجانبي بقى لو حصلت الظروف الغير ملائمة دي للتحلب، بس المشكلة إن التحلب ما فيهوش غير خيط واحد بس، فطبعا برضه عشان يحمي نفسه من إن هو ينقرض يضطر إن هو يقوم بالإقتران الجانبي، والإقتران الجانبي بيتم بين خليتين متجاورتين. يبقى انا لو كده عملت مقارنه، الاقتران السلمي كان بيتم بين خيطين متقابلين وبينتقل البروز او النتوء، ولكن الاقتران الجانبي بيتم بين خليتين متجاورتين. يعني برضو لو حبيت اعمل رسمه كده توضح لي الاقتران ده بيتم ازاي، الاقتران الجانبي زي ما رسمنا الاقتران السلمي، لو انا افترضت ان انا هقول ان انا عندي هنا خليتين، عندي هنا التحلب اهوت، والتحلب ده عباره عن خليتين، هنلاحظ ان حصل ايه في الجدار الفاصل بين الخليتين. لو استكملت طبعا الرسم، المفروض ان انا عندي هنا الجزء بتاع الخليه او البروتوبلازم اللي هيكون فيه السبايروجايره بتاعتنا او الخيوط بتاعتنا، هيبدا يحصل فتحه في الجدار الفاصل بين الخليتين علشان يبدا يحصل ايه؟ انتقال من الخليه دي الى الخليه الاخرى، ونعيد نفس الخطوات من تاني، وبرده يتكون معايا نفس الموضوع من تاني، يبدا يتكون برده اللاقحة، ثم تحاط نفسها بجدار السميك، ثم ازاي جسبور، ونفس الموضوع. يعني كل الفارق بس ان دي ما تمت بين خليتين متجاورتين ومفيش قناة اقتران، لكن في فتحة تصل بين الخليتين المتجاورتين. اعتقد معانا اتصال تاني. ايه نسمع عمار. ايوه ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت عايز اسال سؤال في الحركه. كنت عايز؟ عايز يسال سؤال في الحلقه، اتفضل يا عمار. في الحركه. الحركه؟ الحركه. سؤال بيقول فسر يتلاشى فرق الجهد على الغشاء الليفه العضليه عند وصول سيال العصب اليها. يتلاشى فرق الجهد على غشاء الليفه العصبيه ولا العضليه؟ العضليه. العضليه عند وصول السيال العصبي. في سؤال تاني عايزه يا عمار؟ لا لا شكرا. طيب اسمعني، اولا لازم نعرف ان غشاء الليفه العضليه بيكون في حاله تسمى حاله استقطاب، ومعنى حاله الاستقطاب معناها ان يصبح الغشاء من الخارج موجبا لتفوق الشحنات بتاعه ايونات الصوديوم والبوتاسيوم على الشحنات السالبه اللي كانت تمثلها الكلور والبروتينات، بينما السطح من الداخل شحنته بتكون سالبه الشحنه العامه نظير تفوق او بسبب تفوق الشحنات السالبه على الشحنات الموجبه. هذا يسمى حاله استقطاب، وكنتوا درسنا قبل كده ان بتمثل جهد حوالي فرق جهد تاثيري حوالي سالب 70، ده اقصى فرق جهد تاثيري. لكن لما بيوصل المؤثر ايه اللي بيحصل؟ بتتغير نفاذيه الغشاء نتيجه وصول المؤثر اللي في صوره اسيتايل كولين. لما بيوصل اسيتايل كولين للغشاء بيحصل ايه بقى؟ فرق الجهد كان سالب 70، بقي سالب 70 ولا تلاشى السالب 70؟ بدا يتلاشى ويحل مكانه حاجه ثانيه. ايه اللي حصل؟ ابتدت تزيد نفاذيه الغشاء لدخول ايونات الصوديوم. فلما دخل ايونات الصوديوم ايه اللي حصل في الغشاء؟ تلاشى فرق الجهد التاثيري اللي كان سالب 70 نتيجه دخول ايونات الصوديوم، واصبح الغشاء في حاله لا استقطاب، فاصبح السطح من الداخل موجبا ومن الخارج سالبا، وبذلك تلاشى فرق الجهد التاثيري اللي كان خاص بعمليه الايه؟ بعمليه الاستقطاب، وبالتالي ادى ذلك الى انقباض العضله. شكرا ليك عمار. زي ما حضرتك قلت بقى الاقتران الجانبي هو بيتم بين خليتين متجاورتين، وكنا رسمنا لان بيجي سؤال في امتحان وضح بالرسم الاقتران الجانبي. طيب نيجي بعد كده نوضح التكاثر بالامشاج. ده تاني صوره من صور التكاثر الجنسي اللي هو التكاثر بالامشاج. بعض الطلبه عندهم مشكله في تعريف كلمه امشاج وفي تعريف كلمه مناسل وبيتلخبطوا بينهم، فاحنا عايزين نديهم كده تعريف مناسل ونديهم تعريف امشاج. المناسل هي الاعضاء الجنسيه المسؤوله عن الانقسام انقساما ميوزيا لتكوين المشيج. يبقى ده الحاجه الاكبر، المناسل العضو نفسه. تمام. العضو المسؤول انه ينقسم انقسام طبعا نوعه ميوزي. ليه ميوزي؟ عشان انصف عدد الصبغيات، بدل ما انا عندي 2 نون او ثنائي المجموعه الصبغيه انا عايزه احصل على مشيج احادي المجموعه الصبغيه، يبقى لازم المناسل تنقسم انقسام ميوزي، بينما المشيج هو الخليه نفسها. معانا اتصال؟ معانا كمال من القاهره. كمال الو، اتفضل. الو، ايوه حبيبي. حضرتك عندي سؤال في الحركه. في الحركه؟ اتفضل. اذا علمت ان احدى عضلات الجسم تتكون من 10 حزم عضليه. احدى عضلات الجسم تتكون من 10 حزم عضليه. حزم عضليه، تمام. وكل حزام يتكون من 40 ليفه عضليه. وكل حزمه بتتكون من 40 ليفه عضليه. في ضوء ذلك احسب واحد عدد الوحدات الحركيه لهذه العضله. تمام. و ب عدد الالياف العصبيه الحركيه التي تغذي هذه العضله. تمام. وعدد الوصلات العصبيه العضليه لهذه العضله. تمام. اسالك انا سؤال؟ اتفضل. بتحب الاحياء؟ يعني لحد ما هو. اخترتها نتيجه عشقك ليها ولا هدفك انك توصل لكليات من القطاع الطبي ان شاء الله؟ ان شاء الله لا، عشان بحبها. طيب. وعايز اصمدرها. سؤالك جميل جدا، واقدر اقول لك ان هو سؤال بيعتمد على قدره على الحساب. عندنا 10 حزم عضليه وعايز عدد الوحدات الحركيه. الأول نعرف الوحدة الحركية عشان نقدر نستنتج. الوحدة الحركية هي اتصال ليف عصبي حركي بعدد من الألياف العضلية يتراوح عددها ما بين 5 إلى 100. وكأنه بيقول لي أن كل حزمة
عضلية يغذيها ليف عصبي حركة واحد. وبما إني عندي 10 حزم يبقى عندي 10 وحدات حركية، ويلزم لكل حزمة ليف عصبي حركي، ومنهم 10 حزم يبقى عدد الألياف العصبية الحركية اللي بتحتاجها هذه العضلة 10 ألياف عصبية حركية. أما عدد الوصلات العصبية العضلية فنقدر نقول ما تعريف الوصلة العصبية العضلية؟ هو اتصال التفرع النهائي لكل ليف عصبي حركي بالصفيحة الحركية اللي هي السركوليما لغشاء الليفة العضلية. وبالتالي طالما كل حزمة فيها 40 ليفة عضلية يبقى يلزم لكل حزمة 40 وصلة عصبية عضلية. بس العضلة مش حزمة واحدة، العضلة 10 حزم، فهضرب 40 في 10 يبقى في 40 في 10 ب 400 تعتبر الإجابة 400 وصلة عصبية عضلية. وبالتالي تبقى الإجابة عندي 10 وحدات حركية، 10 ألياف عصبية حركية، وبعدين 400 وصلة عصبية عضلية. ده نوع من الأسئلة التطبيقية. معانا حنان من أسيوط. لو سمحت يا أستاذ عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. في التمسيك الهرموني. أيوة. فسر دور هرمونات الغدة النخامية اكتمال عملية التكوين الجنسي للإنسان. تمام. في سؤال تاني في التكاثر. أيوة. كيف يمكننا الحصول على ضفادع بدون إخصاب؟ على ضفادع بدون إخصاب. حنان تفضلي تكون أسئلتكم في منتصف الحلقة كده وأثناء الحلقة كاملة أم قرب نهاية الحلقة؟ سمعتيني؟ طيب أنا هجاوب بالنيابة عنها، يفضل تكون في أثناء الحلقة. واضح إنها في أثناء الحلقة طول الحلقة. أي عشان هي بتتصل في أثناء الحلقة. طيب أنا بشكر حنان على سؤالها الأولاني. السؤال الأولاني والتاني. السؤال الأولاني بيقول دور هرمونات الغدة النخامية في اكتمال النضج الجنسي. يا ترى ما هي هرمونات النضج الجنسي استاذه امل؟ عندنا كم هرمون مسؤول عن النضج الجنسي؟ الغده النخاميه طبعا كان في جزئين او فصين، الفص الغدي والفص العصبي. الفص الغدي كان بيفرز هرمونات مسؤوله عن تكوين الجنسي اللي هو هرمون الاف اس اتش وهرمون ال اتش. تمام. يبقى المفروض ادوار الهرمونات عندي هنا هرمون الاف اس اتش، وده بيقال عنه هرمون التحوصل. ليه هرمون التحوصل؟ الهرمون ده مسؤول عن نمو وتكوين حويصله جراف اللي بداخلها بتكون البويضه. طبعا ده بالنسبه للانثى. طب بالنسبه للذكر مسؤول عن نمو الانيبيبات المنويه اللي مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه فيما بعد. في هرمون تاني اللي هو هرمون ال اتش، وطبعا لما نوصل للجزء ده في التكاثر هنتولى الجزء ليه باكثر من طريقه يعني. هرمون ال اتش بيسمى الهرمون المصفر. ليه؟ هو مسؤول عن ان البويضه الناضجه دي تتحرر ويبدا بواقي الحويصله تتحول الى ما يسمى الجسم الاصفر اللي يبدا يفرز هرمون البروجسترون. ده بالنسبه للانثى، وطبعا ده له وظايفه، مسؤول عن نمو بطانه الرحم وتثبيت الجنين وخلافه. طب وبالنسبه للذكر مسؤول عن نمو الخلايا البينيه، ودي خلايا بتوجد بين الانيبيبات المنويه، ودي مسؤوله عن انتاج الهرمون الذكري اللي هو التستوستيرون. يبقى انا عندي هرمونين، الاف اس اتش هرمون التحصل وهرمون ال اتش. تمام. بنشكر حنان، لكن في سؤال تاني قبل ما نسمع السؤال الجديد، بس بسرعه. كيف نحصل على ضفادع بدون اخصاب؟ اكيد بالتوليد البكري الصناعي عن طريق معامله البويضه باحدى الطرق التاليه: الوخز بابره او الرج بشده او معاملتها حراريا تسخين هينا او اشعاعيا جرعات اشعاعيه او صدمات كهربيه بسيطه او غمرها في محاليل املاح. هيحصل ايه؟ البويضه هيتضاعف عدد صبغيتها وتصبح 2 نون وتكون جنينا. معانا مين؟ دينا من اسوان. دينا من اسوان، اتفضلي دينا. دينا خلاص احنا فقدنا الاتصال مع دينا، لكن بنقول لها اتصلي بينا تاني واحنا منتظرينك في سؤالك اللي انت عايزه تساليه. التكاثر بالامشاج زي ما اشرنا ان الامشاج بتتكون بالانقسام الميوزي داخل المناسل، واتفقنا تعريف المناسل كانت هي عباره عن اعضاء تناسليه مسؤوله عن تكوين الامشاج، بينما تعريف الامشاج هي عباره عن خلايا جنسيه تتكون داخل المناسل وهي لازمه لاتمام التكاثر الجنسي. واتفقنا ان الامشاج تتكون بالانقسام الميوزي في معظم الكائنات الحيه، حتى لا نضطر نقول كل. ليه؟ لان اكيد هنقابل كائنات حيه المناسل تكون
شجها بالانقسام الميتوزي وهي تعتبر حالات شاذة. أفكركم بيهم، كان ذكر النحل على سبيل المثال كان بيكون حالاته المنوية بالانقسام الميتوزي وليس بالميوزي، وده حالة شاذة لأنه كان أحادي المجموعة الصبغية. مش كده بس، في حشرة المن، أنثى حشرة المن كانت بتنتج بويضتها أيضا بالانقسام الميتوزي عشان برضو كانت عايزة أو بتنتج أفراد بالتوالد البكري، لكن القاعدة العامة تتكون الأمشاج بالانقسام الميوزي إلا في بعض الكائنات. طيب عندنا جدول لو حبيت أصنف فيه النبات والحيوان والإنسان، وممكن أضيف في الجدول ده على فكرة الفجير وأقول الجنس بالنسبة لهم والمناسل والأمشاج عشان نقدر نحددها. في النبات المذكر المناسل بتاعته اسمها متك، وقد نسميها أزدية، وقد نطلق عليها عضو كامل الطلع، لكن المتك يحتوي على أمشاج اسمها حبوب اللقاح. بينما النبات المؤنث المناسل المؤنثة تسمى مبايض، والأمشاج هي عبارة عن بويضات. في الحيوان والإنسان يتشابه فيهم المسميات، فالمناسل المذكرة خصية والذي يتكون فيها أمشاج تسمى حيوانات منوية، أما المناسل المؤنثة هي المبايض والأمشاج المتكونة بداخلها هي البويضات. يبقى أنا كده بلم كل المسميات مع بعض في النبات في الإنسان في الحيوان، وممكن مقدما الحصة أو في الحلقة اللي بعدها نضيف عليهم كمان كائن اللي هو الفوجير. التلقيح. التلقيح. اتفقنا خلاص إن في اختلاف ما بين المشيج الذكري والمشيج الأنثوي. المشيج الذكري بيكون داخل مناسل المذكرة وبيكون له تغيرات في الجسم علشان يتلائم مع وظيفته أو يتلائم مع عمله. طبعا المشيج الذكري، او لو خصينا الحيوان المنوي مثلا كمثال للمشيج الذكري، بيكون حجمه اولا اعداده بتبقى كبيره جدا، لازم يكون على فصل. هنعمل فصل فصل شويه، 5 دقائق فصل كده ونعود تاني، انتظرونا معانا ان شاء الله. مره تانيه واستكمالا لحلقه اليوم، وهي حلقه كانت بعنوان التكاثر الجنسي، وكنا وصلنا إلى تركيب المشيج الذكري والمشيج الأنثوي، وكنا حاولنا نعمل بينهم مقارنة عشان بعد كده نوضح مفهومي التلقيح والإخصاب. لو بصينا على الجدول اللي قدامنا هنلاقي في فارق بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث. من حيث العدد أكيد المشيج الذكري أعداد هائلة والمشيج المؤنث بيكون بأعداد محدودة. طب بالنسبة للغذاء المدخر، المشيج الذكري عادة لا يختزن غذاء لأنه يحصل على الغذاء أثناء انتقاله من الوسط المحيط به، لكن المشيج المؤنث ما ينفعش، لازم يختزن قدر من الغذاء يتوقف على مكان تكوين الجنين. بالنسبه للحجم، طالما ان هو مش هيختزن غذاء يبقى المشيج المذكر اصغر حجما عشان يبقى سهل في الحركه وخفيف، بينما المشيج المؤنث بيكون اكبر حجما عشان مختزن قدر من الغذاء. اكبر البويضات حجما على المستوى اللي احنا رايناه كانت بويضه انثى النعام لانها مختزنه غذاء كتير جدا. بالنسبة للحركة، المشيج المذكر هو متحرك لأنه مطلوب منه أن ينتقل إلى المشيج المؤنث، أما المشيج المؤنث فهو مشيج ساكن موجود داخل الجهاز التناسلي الأنثوي أو موجود في المبيض، أين كان بقى، مبيض نبات، مبيض إنسان، مبيض حيوان، وتنتظر حتى يصلها الحيوانات المنوية أو حبوب اللقاح، لكن أكيد بتتحرر البويضة إلى مكان معين بيتم فيه عملية التلقيح. مفهوم كلمة التلقيح يعني إيه؟ التلقيح هو انتقال الأمشاج المذكرة إلى الأمشاج المؤنثة، بينما مفهوم الإخصاب هو اندماج نواة المشيج الذكري نون مع نواة المشيج الأنثوي نون لتكوين اللقاحة 2 نون. يبقى في مفهوم للتلقيح مفهوم للإخصاب. مش كل تلقيح يؤدي إلى إخصاب، لكن كل إخصاب بيكون ناتج عن عملية تلقيح أو تبتدي بعملية تلقيح. بعد ما اللقاحة بتتكون أكيد لازم يعقبها عملية انقسام ميتوزي ويتكون عن ذلك جنين. تعال نشوف شكل البويضة وهي محاطة بالحيوانات المنوية. هجرة الحيوانات المنوية زي ما احنا شايفين بتعتمد على حركة الحيوانات المنوية من خلال حاجتين اتنين، الذيل الموجود والطاقة اللي موجودة في صورة ATP وبتحصل عليها داخل عضيات خاصة اسمها الميتوكوندريا. رحلة الحيوانات المنوية رحلة طويلة شاقة، عشان كده بيكون عدد الحيوانات المنوية بأعدادها هائلة. لما نشوف بالشكل الخيالي اللي احنا شايفينه ده، تدفق الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي علشان جزء منه بيهلك أو بيفقد،
قليل منه اللي بيوصل. عشان كده لو قلنا كل مرة تدفق حيوانات منوية من ذكر الإنسان قد يصل ما بين 300 إلى 500 مليون حيوان منوي. لما بتيجي تنتقل بتبقى مزودة بذيل عشان يساعدها على الحركة. كثرة العدد هدفه إذا فقد بعض هذه الخلايا مفيش أي ضرر. طبعا وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة ده تنتهي عندها عملية التلقيح. يبقى التلقيح مجرد وصول بس الحيوانات المنوية أو الأمشاج المذكرة إلى موقع المشيج المؤنث، وتبتدي رحلة تانية اسمها رحلة الإخصاب. أكيد في محاولات من كل الحيوانات المنوية للفوز بدخول أحدهما إلى داخل البويضة، محاولات من عدد من الحيوانات المنوية علشان تبتدي تخترق جدار البويضة وتبتدي يدخل من الحيوان المنوي الرأس والعنق. والعنق عملية الاختراق باستخدام فيها إنزيم هنقوله أكيد بالتفصيل بس نقدر نشير ليه دلوقتي، هو إنزيم اسمه هيالورينيز، عشان تتم عملية تلقيح بس في الإنسان. نفس الفكرة التلقيح في النبات، لابد أن تكون هناك حبول لقاح ولابد من وصولها إلى الجلد. يبقى إحنا ده كان عندنا قصة عملية أو عملية التلقيح والإخصاء. معانا كريمة من هنا، فضالي كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذ حسن. الله يسلمك يا كريمة. حضرتك أنا عندي سؤال. اتفضلي. علل تتجلى ظاهرة تعاقب الأجيال في دورة حياة الفجير. تتجلى ظاهرة تعاقب الأجيال في دورة حياة الفجير. عندك سؤال تاني يا كريمة؟ ممكن؟ سؤال تاني؟ ماذا يحدث في حالة؟ ماذا يحدث؟ في حالة تفشي مرض الملاريا في تفشي مرض الملاريا فين؟ كريمة؟ تفشي مرض الملاريا فين؟ في بلد ما. هي قنا فيها ملاريا؟ مش عارفة، هي أكيد فيه. طيب أسألك سؤال. تفضل كريمة. أفضل أسئلة أن تكون في منتصف الحلقة أو أثناء الحلقة أم في النصف الأخير منها؟ يستحسن يكون في آخر نص ساعة عشان تكون الأسئلة يعني شاملة من حاليا في الحلقة وفي اللي سبق برضو واللي لسه جاي. أعتقد أن حلقات الشرح يفضل فعلا أن تكون في النصف الثاني من الحلقة حتى يتسنى شرح مننا جزء كبير من الحلقة. أما لو كانت الحلقة مراجعة فتبقى من أول دقيقة لغاية دقيقة لآخر دقيقة هي ملك للطلبة. تمام. السؤال الأولاني أستاذة أمل، بتقول كريمة ممكن تكملي معنا ولا تسمعينا من التلفزيون. تتجلى ظاهرة تعاقب الأجيال في دورة حياة الفجير. فين في الفجير بقى تعاقب الأجيال؟ الفجير طبعا هو من الصرخصيات، احنا لسه كنا نتناوبه بعد شوية، هو من الصرخصيات. طبعا معنى كلمة تعاقب أجيال عشان لو الطلبة لسه مش فاهمها، هو بيتعاقب في بعض أنواع الكائنات الحية طبعا في دورة حياتها، بيتعاقب جيلين أحدهما يكون جيل ينتج من تكاثر جنسي وده بيكون في العائل الأساسي، وآخر ينتج لا جنسي في العائل الوسيط. يبقى تعاقب الأجيال هي ظاهرة تعاقب جيلين في دورة حياة الكائن، أحدهما ينتج من تكاثر جنسي في العائل الاساسي والاخر لا جنسي في العائل الوسيط. طيب ممكن كريمه خاصه الفجير بالذات. ممكن بس نعمل توقف كده، احيانا بيبقى في تعريفات فيها نوع من الاختلافات، بس احنا هنقول التعاقب الاجيال بالظبط ان يتعاقب في دوره حياه الكائن الحي جيل يتكاثر جنسيا مع جيل او اكثر يتكاثر لا جنسيا، حيث يتعاقب في دوره الحياه جيل 2 نون مع جيل نون. يبقى بالنسبة للجزء الخاص بالتعريف، لكن لما يسألني وظف لي بقى تعاقب أجيال على الفجير، يعني خد بقى الفجير ده كمثال في ظاهرة تعاقب الأجيال. نقول الفجير عنده في دورة حياته تورين، في تور في الفجير اسمه التور الجرثومي. تمام. وده بينمو على حواف البرك والمستنقعات. ده بيتكاثر ايه؟ ده بيتكاثر بالجراثيم، يعني تكاثر لا جنسي بالجراثيم. لما الجرثومه هتسقط في وسط مناسب فيه تربه رطبه او فيه نسبه من الميه هتكون لي حاجه اسمها التور المشيجي، وده الجيل الثاني. التور المشيجي من اسمه مشيجي، يعني عنده مناسل مؤنثه ومناسل مذكره، انثريديا ارشيجونيا، ده هيتكاثر تكاثر جنسي. يبقى توظيف التعريف يا كريمه، ظاهره تعاقب الاجيال في دوره حياه الفجير ان يتعاقب في دوره حياه نبات الفجير جيل يتكاثر جنسيا بالأمشاج وهو النبات المشيجي مع جيل يتكاثر لا جنسيا بالجراثيم وهو النبات الجرثومي. أو أقدر أقول العكس،
جيل يتكاثر لا جنسيا بالجراثيم وهو النبات الجرثومي مع جيل يتكاثر جنسيا بالامشاج، ولانها دوره من حق ان نبتدي او انتهي من اي نقطه، ولكن يفضل في الفجير ان نبدا بالاكثر تطورا. مين الاكثر تطورا؟ هو النبات الجرثومي. لكن عندنا سؤال اخر بالنسبه لكريمه بسرعه قبل ما نسمع التليفون. تفشي مرض الملاريا في بلد ما، ايه اللي يحصل؟ اكيد طبعا هتنتشر المرض نتيجه انتقال الايه البلازموديوم بتاعه من البعوض اللي هو انثى بعوض انوفليس الى الانسان، وبالتالي انتشار المرض، وهذا مرض مميت الا ما يتم العلاج. عشان كده نتمنى للجميع السلام. السؤال منين؟ محمد اسماعيلي. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك يا محمد. سؤالك. كنت عايز اسال علل لما ياتي. علل. يتكاثر تحلو بالاسبروجيرا. يتكاثر تحلو الاسبيروجيرا. جنسيا ولا جنسيا؟ جنسيا ولا جنسيا. ورغم ذلك لا يعتبر تبادل اجيال. ولا يعتبر ذلك تعاقب اجيال. محمد عندك سؤال تاني؟ اه طيب ماشي. علل برضو. يعني عكس توقيت الانقسام الميوزي. عقب يعني عكس توقيت الانقسام الميوزي. يعني عكس. قول بقى كمل جمله تاني. يعني عكس ايه؟ يعني عكس توقيت الانقسام الميوزي في الاسبروجيرا. توقيت الانقسام الميوزي في الاسبيروجيرا عن الكائنات الراقيه. دي الاستاذه امل اشارت لي اثناء الحلقه بس انا هقوله لك تاني. يعني عكس توقيت الانقسام الميوزي في الاسبروجيرا عن الكائنات الراقيه. اشكرك يا محمد. ممكن تسمعني من التلفزيون، بس قبل ما تسيبنا تفضل اسئله في حلقات الشرح ان تكون طوال الحلقه ولا قرب نهايه الحلقه. محمد قفل. طيب خلاص احنا هنجاوب محمد. استاذ امل نبتدي بالسؤال الثاني اللي هو حضرتك اجبتيه عشان نبقى نعيده كمان مره. يعني عكس توقيت، لانه سؤال جميل جدا، يعني عكس توقيت الانقسام الميوزي في الاسبروجيرا عن الكائنات الراقيه. متى يحدث انقسام ميوزي في الاسبروجيرا ومتى يحدث في الكائنات الراقيه؟ الانقسام الميوزي في الكائنات الراقيه بيحصل في اعضاء او في المناسل من اجل تكوين الامشاج. يبقى قبل اتمام يبقى التقصر. قبل اتمام التلقيح والاخصاب وقبل تمام. اتمام وظيفه التكاثر يبقى قبل بالظبط. لكن في الاسبيروجيرا، لان الاسبيروجيرا احادي المجموعه الصبغيه، عند التلقيح والاخصاب يتكون عندي اللقاحه 2 نون، فيضطر تحلب انه ينقسم انقسام ميوزي بعد تكوين اللقاحه. ليه؟ يبقى قبل وبعد بالزبط. في الكائنات الراقيه قبل، قبل عمليه الاخصاب الاخصاب، لكن في الاسبيروجيرا بعد عمليه تم بعد الاخصاب بعد تكوين اللقاحه من اجل رجوع الماده او العرض الصبغي احادي المجموعه الصبغيه مره اخرى. تمام محمد، ده كان سؤالك الثاني ابتدينا بيه عشان هو يمكن الاكثر صعوبه. سؤال ولدي سهل جدا. بيتكاثر تحلب الاسبيروجيرا جنسيا ولا جنسيا، ولا يعتبر ذلك تعاقب اجيال، لان كل تكاثر منهما كان يتم على حده في دوره مفهد. حياه مستقله وحسب ظروف البيئه وبدون تعاقب. شفت انا قلت كام جمله؟ اقولهم ثاني. يتكاثر تحلب الاسبيروجيرا جنسيا ولا جنسيا، ولا يعتبر ذلك تعاقب اجيال، لان كل تكاثر يتم على حده في دورة حياة مستقلة حسب ظروف البيئة وبدون تعاقب. مفيش تعاقب هنا. محمد من اين؟ انا. محمد من اين؟ الو. ايوه محمد علي صوتك. معلش كنت هزار. الفرق بين اللقاحة واللقاحة الجرثومية. ايه الفرق بين كلمة اللقاحة واللقاحة الجرثومية؟ عندك سؤال تاني محمد؟ معلش كنت عاوز مني طلب يا استاذ حسن. نعم. بعد اذنك اتفضل. يا ريت تسوي حلقات بدل ساعه خليها 3 ساعات. 3 ساعات؟ طب قول ساعتين. لا 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 محمد، محمد خلي ال3 ساعات دي في الحلقات اللي يكون فيها مراجعه ويكون فيها مجموعه اسئله كتير، وخاصه في موضوعات المناعه، لان موضوعات المناعه تدرس لاول مره، فاكيد هتبقوا محتاجين فيها شرح اكتر. اشكرك على اتصالك، وان شاء الله نلبي لك طلبك بزياده المده بتاعت الحلقه. الفرق بين اللقاحه واللقاحه الجرثوميه، هل في فرق بين اللقاحة واللقاحة الجرثومية؟ طبعا الجرثومية؟ اكيد. اتفضل. لما نقول لقاحة هو نتيجة اندماج، بس لو انا هتكلم عن بالنسبة للاسبيروجيرا اللي احنا اتكلمنا او تناوبنا عنها. حصل التكوين اللقاحة لما انتقل محتويات احد الخليتين الى الخلية الاخرى، كونت اللقاحة. اللقاحة دي بيكون جدارها رقيق، ما تقدرش تتلائم او تقدر تتحمل الظروف البيئية الصعبة اللي اضطرتها انها تقوم بالتكاثر ده، فتبدأ تكون حول نفسها جدار سميك
يمكن سموها جرثومية عشان بتتشبه هنا بالجراثيم، يعني جدارها سميك عشان تقدر تتلائم او تقدر انها تعيش في الظروف البيئية الصعبة دي. يبقى اللقاحة دي جدارها رقيق ناتجة نتيجة اتحاد الخليتين. لما اقول عليها جرثومية يبقى انا بدأ يفرز جدار سميك عشان يحميها من الظروف البيئية. تمام. اذا وظفنا الكلام ده بقى على طحلب الرجيره كده بالظبط، هلاقي ان اللقاحه ايضا موجوده داخل الخيط، لكن اللقاحه الجرثوميه خارج الخيط. الفرق بينهم على فكره في الجدار، الجدار بيكون سميك فيقدر يتحمل ظروف غير مناسبه، اللقاحه ما تقدرش تستطيع انها تعيش في ظروف غير مناسبه، لكن اللقاحه الجرثوميه تستطيع. وكلمه جرثوميه معناها انها محاطه بجدار سميك، فاي كلمه جرثوميه كده جرثوميه. طيب معانا احمد من المنصوره، اتفضل يا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسن ممكن اسالك سؤال؟ اسالني. في السبايرو جايره في الاكتران السلمي، لما بعد اللقاحه لما تنقسم وتطلع اربع خلايا، تمام، الاربعه بيطلعوا نبات خيط طحلوب جديد ولا واحده بس اللي بتطلع وثلاثه بيختفوا؟ اقول لك انا دي رغم انها مش مكرره عليك يا احمد، لكن انا اعتقد ان انت انسان اكثر اطلاعا من غيرك، يعني او عندك قدره على انك تحاول تعرف كل التفاصيل. لما بتنقسم انقسام ميوزي بتنتج اربع انويه، وبعدين بتتحلل ثلاثه، يعني كان اربع خلايا وبعدين بيتحللوا كام؟ ثلاثه، وتبقى ايه؟ واحده. هذه الواحده تنقسم ميتوزيا وتعطي خيطا طحلوبيا جديدا. يبقى مش كل الاربعه بيكونوا، ثلاثه بيتحللوا، تبقى واحده تنقسم ميتوزيا فيتكون خيط طحلوبي جديد، هذا يكون ناتج عن تكاثر جنسي بالاقتران. ليك سؤال تاني يا احمد؟ طيب بشكر احمد على سؤاله الجميل. واستكمالا لموضوع التكاثر الجنسي بالامشاج، قدرنا نعرف التلقيح والاخصاب، هيبقى لينا بس جزء مهم جدا ان احنا نقول التكوين الجنيني. اتفقنا ان في تلقيح وفي اخصاب، في تلقيح اسمه تلقيح خارجي وفي تلقيح اسمه تلقيح داخلي. التلقيح الخارجي عاده بيحدث في الكائنات المائيه، بينما التلقيح الداخلي بيحدث في الكائنات اللي عايشه على اليابسه. شكل التلقيح الخارجي ان الانثى تضع البيض او البيضات في وسط مائي، والذكر يصب الحانات المنويه على ده، وكذلك التلقيح الداخلي. يعني ده فرق ما بين تلقيح خارجي وما بين كلمه تلقيح داخلي. اكيد في تكوين جنيني، لكن هنستكمله مع بعض الحلقه القادمه، واوعدكم ان شاء الله الحلقات القادمه هتكون فيها متسع اكتر من وقت، اتصالات اكبر، واكيد هنسمعكم وهتسمعونا وهنفهمكم وهتفهمونا، ومستمتعين بوجودكم معنا. والى لقاء مع حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.